يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها مثلا أذي عقل كرب ويني تضيما وإلا وحدس سيد ربي غير ورسيك الله سيد ربي تسيدين غير ويني تضيما ويكره ويبغض الظالم أكني فويلين ندي فويلين ورزد بولا من العبد أذي ضيم إهمسي عبد من سام لس حالس لس المالينس لس دريانس ثقيني ما يتمثل النعم السيد ربي غتي تسكني عبد ومخلف دي عباد ويفكي يزوز دي فكرة وري ما قال ما تصدوي ما ذكبك أمكشيني سويني دي فكرة سيد ربي نتساوز دي فكرة في كيض النعم سيد ربي سيدي دي تساكن يزرام أميك يتدي تساك الخلق نس يقرب وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا خرب وين كل يوم يوم دي شوف كان صور سيد ربي إذا روح إذا نخشيني أبلاد متقوية كده تحب ظل سيد ربي تشكر في النعم يجدي فيها ماشي ضضيا ما ظل ما تسويني على خطر ماذا قلنا ضيام الظلمة سوينك ديفكا سيدة ربي العقاب سيدة ربي يعار ما تحمدت شكرتك دي سجد ولكن ماذا بالله ضرمي الظلمة سوينك ديفكا عقل بلغة إنك سر جنو ذي عيي ثلا يقرد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الظلم إكرهي ربي الظلم ذي حرام يقرد سيدة ربي قويس ذي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إن أي عبادي حرم الظلم غفي يمني وجعل يغفي تحر في اللون غربة تصبي ضياما من الجوبرون. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم أضيام الظلام يوم القيامة. الله أكبر. كاية مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أولي ظلم يون ذن سيدا مزوالون أولي ظلم يون وذن سيدا قالوا أولي ظلم يون يقرب ولا يظلم ربك أحدا أولي ظلم سيد ربي يون يقرب إن الله لا يظلم مثقال ذرة سيد ربي أولي ظلم يون ولكن أزل الذرة ماشي لا عقل نفت عقل نفت مقال ما تقر نظهر الذرة الذرة وتسوي ذرة حاجة سوي كروسكوب إلكترونيك على سوي سيد ربي أولي ظلم يقرب سيد ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سيد ربي أولي ظلم العباد العباد يظلم من إيمانه. الله أكبر. إذن أعقب لهم أخلاق سبحانه وتعالى أدي توعيد أدي توعيد ظلامك رهيثن سيد ربي إن والله لا يحب الظالمين سيد ربي رحم لنا ورحم لنا الظلام يقال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين مثلا ديودا ذي القرآن الكريم مثلا يقال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين خزر ترود فغن الظلام الله كان يتمثل إذن ولكن الرحمن إكسان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما فيني تظيما خزر كان يتمثل وإلا العبد حر يخدمك لشي عجل في الدنيا إلا الظالم يلون ظلمني يلون تصديما ولكن سيد ربي يشوف لا غير الله أدي ما قال أدي إصلاحا ذي العيب أدي إسم الله إلا قد يعقب لي الظالم أدي وسيس والمظلوم ما يتبع أكد الناس سيد ربي أدي فوق غير ثفاث سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يوم راغب بلي ما نقفي أنقفل أين ندير دي فوق الظالم غير أورنا أثناء قبل شوي نيلهان ما كنت قبل يوم ما كنت قبل السيئة وتقبل يلا السيئة من تقبل الحسنة قبل شوي للعيو أتصغر أتجد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى خطر ذنسا ألي حكمنا وذنسا ألي نفذن كما يتمثل ألي أينا أكني سلعة لنس يوم يجمر هذه قراء هذه قراء الحكم نس اختيني المضوء أو من يتظيمن
سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يزرب لي ثم مجتسب وين يتظيمن الذي قال تزمرض اسم تقمض يمانيش اسم تقمض يمانيش خطر تقزر كان ولا العيط ماذا قال يتعقب ولا يتعقب العيط لما يدعونا سيدي ربي الكيسي حقي ما بيسي ولكن يتظيمن يقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما سيدي ربي الكيسي يحق ولكن هذا هذا ولكن يتظلم لكن غش يكره الجهر الذي جهر العدل شو مسلين دينه ولكن وين يتظلم اني نكت من شد تساس داخل غش هذه يشوف غيني إلا أكنه الله أكبر ما قيد دخل سبحانه وتعالى ودخل يقول يقال ولا تتخلطن الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لكن يخي قد يعود لكن زرد الشيء سلسل دخل تنفسيتيس إذا ولكن يتظلم لكن يمتش داخل إلى قد ينير إلى قد يعدر سيدر بيف كيس يحق ولكن ده شو أصدقاء أصدقاء إلى قد صغر أتجد سيدر بيف الصبر دي سجل سيد ربي إنك ذي حقيقة دار إخسر كم ثابور يجد يشوف غير مثلا أدي قال ما يعجبك هذا أنت انتقم ذي مالك أنت انتقم ولكن إذا قس عقلت بلينا انتقم ذي مالك يسعى الحد يقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ماذا قال أنت انتقم ثر يوثيك دي عبد ثر رضاس ما يوثيك دي عبد ثر رضاس إذا قال السرد على حسب ديث أنك دي فكني وركت أسجد الله الله بمثل ما عقدتم به ملك الثروه الزياده فين يخدم عقيدك تقرض الشيء اللي غير الظالم نسيت صليم الله اكبر عقيدك تفضل ما كانيش تغرض الظالم من نسى خزر كان دي قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به ملك الثروه غير تصدق الايماني الدرب تشارك دوكانك يخدم الى قد اينك يخدم هذا السرد قضايا أينك نيك ويخدم غور كسرون أسرون زيادة ولكن هل ترى ما يوتيك دي عبد زمر السرطيثة سوى سوى كان مثينا لا أخذت كم كان دي قاو خلاقي عيد دقيقكم سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين ما يظلمك يا عبد إليك وما ذاك لا تصبرت لا ما ذاك لا تصبرت لا 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 ولا إن صبرتم ولا إن صبرتم ما أما كان يقول سيدي ربي ماشي كان داو كذي يقول كذي ولكن يقول خزان فيها موطئة للقسم لا ما قيم ولا إن صبرتم ولا إن صبرتم يقال لا هو خير للصابرين ذاك إذا أنا واقع في جواب القسم لا ما قيم ماشي كان داو كذي داو كذي ولكن تردي لي مني يقول لك ولا إن صبرتم لا ولا إن صبرتم لا هو خير للصابرين إن داك دي زي مرة فلك ذي خير أو إنك ليك صبر لك كلك وين تصبر مرة ما بيجي فلك الله أكبر أدي الزمر نكسر الأجر أم قرحا خزر كان الرحمن يكسع سيدي ربي نفينا كنا نتصدي منك الله أكبر إني خصبة تجريد تجريد تمسني إن كنا على خطر الصبر ماذا قلت الصبر يتحرق ذاقي ولكن يصبر سيدي ربي يسعى الرحمن نفينا كنا نتصدي مني يبغى يسعور أجر أخر على خطر أصبر نكس بركنز داخل أسف كسيد ربي يقول الأجر إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب من بين الحساب أسف كالأجر والظالم مني أثي عقل سيد ربي على قدر نصبر نكس بركنز وحرق اللي تحرقت لنا أثي حرق ويا ذنسا ولكن ماشي لي حرق مش طوحة أثي حرق الله أكبر إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يسعى الرحمن في أفنك أفني صديما ويفغى أدي حلي راجر صبر نكس بركنا إن يهمد ولكن كضيب لكنا جيت دين كنان كلا ينتقم نكس الله أدي ينتقم سيد ربي وإنك نكس صبر على حسب الصبر نكس صبر وإنك نكس صديما الله أكبر أخلاق أغدي خالق سبحانه وتعالى يفغى نادي دين ويفغى نادي شوي يدعى ذلك ماشي هو غادي كاث هذا هو غادي يرتصالح بعد ديك الروايض مثلا بعد ديك الروايض بعد ديك الروايض مثلا اشكال الفتنه داخل من المجتمعات وذين نسل المره اللي يضرون بعض الولاد بعض ربي الفتنه في المجتمع في مجتمعنا والمجتمعات بلدان المسلمين كما مثلا ويبغى اديلين الهمجيه داخل للمجتمع المسلم يند يند كاين ايش تكلفنا سير انتقام الكلام ديال الرسالش على خطر شتينا هذيك فكر الاجر يصبر لنا تصبر لك لنا الى دن كنا ادن هي ادوينا كنا يكظم لك لنا خطر سيدي ربي ما يدين هيدش وجمال ديال تصام سيدي ربي ثيثا سيدي ربي ثوعا عاقي كي وجمال هذا الشيء
الله أكبر. إذا سيد ربي قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وين أري عفون أدي جدي أدي جدي حقصة يسوى فأجره رجلس إن أعان الله سيد ربي سيد ربي يخمد الواجب في الناس دي في كراجة إنه لا يحب الظالمين سيد ربي يحمي على الظلام ولكن وتسكريت لنا همجية داخل داخل المجتمع غير عباد الظالمين خزرت سلم تمسى دي سلم كراس خرمة ماشي لحمية حمية ولكن مش تنيبو الدغاك أتصبر أتسعود الرجل ورفك الرجل بقرحان وإذا شاست شدي ذلك استفكرك شيء ذا شاست خرمة إن تجي كالتمسيين كي الله أكبر أي كما يتمثل انتقام من سيد ربي انتقام من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من ينتقم من إيه عبدي مؤمن أدزقل المؤمن أدزقل الإيمان أسقر الخزر كان يوث يتشوث يضيم يتصدم أين يخدم يغيث ولي الشيء قد يعبد النظام المؤمن لازم يزقد الإيمان والعبد لا بلوك أسني أسني الشيء قد أسني الشيء قد أذو خرنا في الظلم ويتفغى الظالم ذي الدوني حاشا ما ذلك الله يغانيك وين يخدم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أكل الخرمة أذك أذك يغاني الله أكبر وسيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى يزرى مرة أين يخدم يعرف من يعيد يزرط من يريد يزرط على قدر الظلم أن يقضي ما كان يمسد في سيدي ربي لا يقابل يقرد فكل أخذنا بذنبه من كل يوم الذنب يخدم سيدي ربي في عاقب على حساب الذنب لي وفي ظل المال مسيش مسيد سلقها ظل جبروت أثد سل عدل ظيمة أتخلص فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيد ربي أذكر ظل من يول ذي عبادك ظل من إيمان الله أكبر أكما يتمثل إذا سيد ربي اسمي يخدم اسمي المنتقم إذا سيد ينتقم إذا سيد ينتقم المظلوم يقال سيد ربي بميش فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انتقم هذا السن وإذا اثنين يشكد ولكن إذا انتقم هذا السن صغفوه هندي وحار فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وكيف الفرعون من الجنود يقال فانتقمنا من الذين أجرموا انتقم ذي المجرمين الله أكبر كيف مثل إذن سيد ربي سبحانه وتعالى في المرصاد إذن الله ولما قال ماذا يرمي من يسليحي في عبد يسليم أنا سيقار بالليم ولا شو ولا ينصر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا ذي ينصر الظالم الظالم ولكن يقدر منك والله الذي لا إله غيره أنه كان يظهر إذا شو لنسك جمس يخدمه ولكن يقضي مكني ولكن يصلي مكني أنا في حسد ذا ظلمة سينا رحسا كما ضيمه أي خطر فنزول التمزورية رئيس سيد رب الجهة سيد رب الجهة الجهة وين يصلي أذي يغل سيد ربي سبحانه وتعالى أي نيك أذي يغل الجهة وين يصلي من أنا مري غزدي حقيش أنا ميخبس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ينتقم ينتقم أذي ينتقم بالظالم اللي فضي مكني أكايد مثلا وزد يعوض مرة ناقو ذا قوي نسي يخدم الظالم مرة أسي الشفر يعتبر ثفات ودسي أزد يخدم أزد في كذير خير أزد في كمرة ناقو خطر يكسل ما يتصدي من ستزمال تنسي سيكس التزمة ما يتصدي من سلمال تنسي سيكس الإيمال ما يتصدي من سدريا تنسي سيكس الدريا إذن سيد ربي أدي غار غار تمثال تاقيم أكثر بوكني أكثر بوكني أري أي تخيق ناري أري تخلق ولي صديما سيد ربي غني غار ندي سبع سنوات الضعيف كاينين الضعيفين الضعيفين كذا يدير يقلب الضعيف ويتصلي ذلك اللي غادي ينتقم سيد ربي يقول لك يهضر لك خاطر المظلوم ما يفلفوسيش انك الدعوه ينسى يدعو وسعى للحجاب يقول لك سيد ربي ثلاثة دعوات ليس بينها وبين الله حجاب دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم المظلوم إني أتسالي أتخلق في ثقنا أتشرر في ثقنا مريا في ذفوسي سنة الشرر في ثقنا سيد ربي ماذا سيدي وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين سيد عز وجل الجلال لما ذاك منصر دير وقت الرواية تشاهد أبوذ وني صديما أي مثل كل يوم الذي ما قد دخل
المجتمع اللي عايشين الظالم اللي دي فوق من دي فوق المسادس وفي غير الروين العين أما الإنسان أما الكخاميسة اللي جميع الظالم يتفضي من الخسارة يقال سيدة ربيبويس وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون سيدة ربيبويس أن ينتقم ديك سندي دوني وين ذي نصار جندي يخاف وحبس أي خطر كرب وين مرمض يدخلوا دي الدوني في الظلم أذي خلص من أن يصدوا من دي يخاف أذني خلص الحسنات ستظل دي الزكاة الصوم الحج الصدقة أي مرة أذني خلص الحسنات ذي نحوج له خلاص ما جيبه جيب ذا يتخلاف أين يتخلص يتخياف وين يتخلص ولكن دينا مو يتخياف على يوث الحسن يجب على سيدي حليا أسجين أي ما يغيد المفلس وهذه دي في قلسي ربي سبحانه وتعالى الظالم أثي دي في قلدي الدولي ثقف لذي مث أثي يغال وين يتخدم العاق للوالدين وين يعاقل الوالدين ليس أقض الظالم ويكن هذه في قلسي ربي القدرة يتسجل سندي الدولي ثقف لذي أفلص رمي غاشي أذوالين بلي الظلم أسفو على أروين العين الظلم أسفو أروين ديرا بذي الدولي ثمذي يخاف أنجر بجي ومني سبحان الله كما يتمثل سعى العقاب دي دوني سعى العقاب دي يخاف كما يتمثل إذن الإنسان اللي قد يعقيب اليوم إذ وينك نيما إك جهدن أريا وذن أكثر وينا ونجهي درام إذ وينك نيما إك سعان أريا وذن أكثر إهلي أي خطر صد ضعفاء ذي الفقراء إذ يتمقيس لربي سبحانه وتعالى سني عاملس إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوى شو مسيك أمشي دين سيدة ربي القول إذا درزق صد ضعفا صد ضعفا سند الفقراء سن سعى نمور غير سيدة ربي سعى لعن أيام غير سيدة ربي إذن أي أون الظالم ملك لنا ذخر الظلم مثل اللي ذوخر كسر عليك زاد كازيم تماكن نقار ذي المثل وخر سيننا في الظلم تصفضل على روين العين أكن ضيمة أكن تصدمة أكن تسرو على تسرو أكن تسرو إذ كسر إلى عبادة أرك يشب يكس يكشيني ولا قرار ولا بودة خطر وقيد القانون ربي السنة سيد ربي ذي الخلق نس كما يتمثل رجع يا ربي من المؤمنين وحق الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى بويد يقر أعوذ بالله أن أظلم أو أظلم أعوذ بالله أظلم أو أظلم أدي بعض ربي الظلام فلنا أدي بعض ربي الظلم فلنا أرن ظلم أرن صوابي كما يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.